نتكلموا على واحد الموضوع مهم كيهم كل الامهات والاباء، هو ضعف ونقص البصر عند الاطفال. اول حاجه خصنا نعرفوها ان حاسه البصر عندنا تتشكل من جوج ديال الاعضاء. العضل الاول هو العين بمثابه المصوره اللي كتمكننا من تشكيل وتكوين الصوره. العضو الثاني هو الدماغ، الدماغ اللي كيمكننا من تفسير هذه الصوره والمعنى ديالها. حاجه ثانيه اللي خصنا نعرفوها ان الطفل عند الولاده تتكون حاسه البصر غير مكتمله، اذا فهي كتمر بمرحله تكوين وتطوير البصر. هذا التكوين وتطوير البصر تيتم من الولاده حتى سن السادسه، وهو اللي كيمكن من تطوير المركز الدماغي المسؤول عن حاسه البصر. وهذا التطوير كيكون عنده علاقه بالتجربه البصريه. شنو هي التجربه البصريه؟ يعني كل ما كانت العين تتشتغل بصفه طبيعيه، يعني ان كيدخل لها الضوء تتمكن من تشكيل صوره عاديه وبصفه طبيعيه، كل ما تطور هذا المركز الدماغي المسؤول عن البصر بصفه طبيعيه، وتيمكن الطفل باش يوصل لاعلى درجه النظر والبصر الطبيعيه. هذا الشيء كيؤدي بنا لنقطه واحده اخرى، يعني كل ما كان مشكل في هذه التجربه البصريه، يعني ان العين ما تتشتغلش بصفه طبيعيه، يعني الضوء ما كيدخلهاش مزيان لاي سبب، سواء سبب عضوي مثل جلاله الخلقيه او مشكل في الشبكيه، مشكل في العصبه ديال العين او القرنيه، ولا سبب وظيفي مثل نقص النظر، قصر النظر او طول النظر، لاميوبي ولا ليبرموتروبي ولا لاستيغماتيزم. هذا الشيء تيؤدي الى وقف هاد المساله ديال تطور الدماغ، وبالتالي تؤدي الى نقص البصر شي الطفل اللي عند الطفل اللي كنسميوه لومبيوبي. الوغ شنو الفرق ما بين هاد نقص البصر عند الطفل وعند الانسان الكبير؟ هو انه عند الانسان الكبير الدماغ ديالو تطور بصفه عاديه، ولا كان السبب ديال هاد نقص النظر ناخذه مثلا سبب وظيفي مثل قصر البصر، الانسان الكبير من كانوا نديروا النظر صافي تيوصل البصر عادي، كنقولوا 10 على 10. الطفل اللي عنده العين ديالو المشكل في الدماغ ديالو، العين ديالو خاص حنا المشكل ديال قصر البصر بالنظريات، الشوف ديالو ما كيطلعش ما كيزيدش. علاش؟ لان الدماغ ديالو ما تطورش، حبس في التطور ديالو. هذا هو اللي كنسميوه بالفرنسيه لومبليوبي. الوغ هذا المشكل هو غير نهائي الا تمينا التشخيص ديالو والعلاج ديالو في هذه المرحله المبكره ديال تكوين وتطور البصر ما بين الولاده وست سنوات. الا درنا التشخيص ديالو العلاج ديالو كيمكننا من اعاده تطوير وتكوين المركز الدماغي، ويمكن يتحسن البصر ديال الطفل. اذا ما هي اعراض نقص او ضعف البصر عند الطفل؟ اول حاجه خصنا نعرفوها ان الطفل ما عمره ما غيتشكى ويقول لك راني ما كنشوفش مزيان. علاش؟ لانه هو الطفل في مرحله التكوين، وما كان ما عمره ما شاف شي كان عنده نظر كبير ووصل لمرحله كبيره وعاود نقص له. بالعكس، هذه هي احسن نظر وصل لها في حياته. اذا فلازم نردوا البال لاي عرض من الاعراض التاليه اللي غادي نقولها لكم، وهي اعراض كثيره من بينها اللي مهمه اللي خصنا نردوا لها البال. اولها هو الحول. الحول الحوليه ديال العين هو عرض من ضعف البصر، وما عمره ما يكون عرض عادي ونقولوا لا راه يمكن هذا الشيء من يكبر الطفل غادي يزول. الحوليه ضروري الطفل يمشي عند الطبيب ويقلب، وتكون ويقدر يكون السبب ديال هذه الحوليه سواء مرض عضوي العين فيها شي مرض، ولا مرض وظيفي اما نقص البصر، طول البصر او قصر البصر. بالنسبه للعرض الثاني اللي خطير جدا ولازم نردوا له البال، ويقدر يكون السبب ديالو واحد المورم خبيث سرطان في العين، هو المومو ديال العين فاش يكون بيض. من لاحظوا المومو ديال الطفل المومو ديالو بيض، خاصه الا خدينا له الصوره والمومو ديالو بيض، كنعرفوا ملي كناخذوا الصور ديال الاطفال المومو كيبان بحال برتقالي، هذا اللون ديال الشبكيه ديالو. من يكون بيض هذا عرض خطير، ويمكن يكون السبب ديالو ورم خبيث في العين. ضروري نمشيو في اقرب وقت عند الطبيب ديال العينين باش يقلب الطفل ونشوفوا شنو السبب ديال ورم او جلاله خلقيه او مرض اخر اللي يقدر يعطينا هذا العرض. في اي وقت لازم ندي وليداتنا نقلبوا لهم عينيهم مادام ما كيتشكاوش، دونك خصنا نتحرى واش كاين شي مشكل. اول
اول موعد اللي خصنا نديرو هو فعند الولاده، كيكون طبيب اما طبيب عام او طبيب الاطفال تيشوف العين ديال الطفل. الموعد الثاني هو من 4 شهور، من بعد 4 شهور خصنا نشوفو واش التطور ديال العين، واش الطفل تيتبع الاشياء، واش كيجمع عينيه كيركز في الاشياء. من بعد الموعد الثالث ما بين 9 شهور و 15 شهر تنشوفو التطور الحركي ديال الطفل، واش كيعرف الالوان، واش التطور البصري ديالو ماشي في المسار الصحيح. والموعد الاخير هو ما قبل دخول المدرسه ما بين عامين وربع سنين ونص، ديك الساعات يمكننا نديروا قياس للبصر ديال الطفل. من كنلقاو عند الطفل عرض من اعراض الضعف او نقص البصر، خصنا ضروري نديو الطفل عند الطبيب. شنو كيدير الطبيب؟ الطبيب اول حاجه كيقلب العوينات باش نشوفوا واش ما كاينش شي مرض عضوي. شنو هما الامراض العضويه اللي يمكن لا يكون عند الطفل؟ اما يكون عنده جلاله خلقيه، يقدر عنده التونسيون ديال الخلوق، يقدر يكون عنده ورم. هادو هما اللي من 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 المشاكل اللي كتكون قبيحه وصعبه وخصها العلاج في اقرب وقت باش تكون النتيجه مزيانه. الحاجه الثانيه يمكن من كيكون الطفل عنده الحوليه وما عندوش، بعد ما كيقلب الطبيب العين ديالو وما لقاش شي سبب عضوي، يكون سبب وظيفي لإما قصر البصر او طول البصر او الاستيغماتيزم. في هذه الحاله ضروري الطفل نديروا له القياس ديال النظاظر من بعد ما كنديروا له شي تقاطر. ومع هذا القياس النظاظر خصنا نديروا ترويض. علاش ترويض؟ باش نمكنوا تطوير وتكوين المركز الدماغي المسؤول على البصر. وهذا الشيء ضروري الاباء يشاركوا فيه، لان هذا الترويض كيكون مده طويله طول المده ديال تكوين وتطوير البصر.